كتيرة بتحلم إنها تجيب عربية عشان تخلص من أزمة المواصلات، وبتيجي العربية وتفضل الأزمة هي هي. سيد رشيد، أنت من سكان شيخ زايد؟ آه، من سكان شيخ زايد. الصغرق قد إيه في رحلتك من البيت للشغل؟ في العادي حوالي ساعتين. في العادي؟ في إيه من غير يعني العادي بقى إزاي؟ العادية في أوقات طبعًا تبقى اللي هي مثلًا زي يوم الاثنين بيبقى يوم زحمة جدًا، ما بتستغرقش رحلة أقل من 3 ساعات، وأحيانًا 3 ساعات ونص. يعني أنا لو عملت نفس الرحلة دي بالليل بعد الساعة 12 بالليل ممكن تاخد بالظبط ربع ساعة أو تلت ساعة. الرحلة دي بالتأكيد بتفرض عليك ضغوط نفسية. هو سجن يومي، أنت مسجون في عربيتك في وسط الزحمة، الطريق المحور مقفول، محاط بعربيات من كل الجوانب، فطبعا ضغط نفسي كبير جدا، يعني بيأثر على شغلك، بيأثر على حالتك النفسية. أستاذ رشيد، تعال ندخل السجن. احنا في العربية دلوقتي اللي حضرتك بتسميها السجن. اي ميعاد بتنزل قبله بوقت كبير، يعني تخيل عندك ميعاد مثلا الساعة 5، فيبقى لازم تنزل 1:30 2، وقت انت اولى بيه انك انت تشتغل او تستريحه او كده، بتضطر ان انت تقضيه على المحور. اذا انت هتقف تستنى مواصله، المواصلات يعني مش متوفره بالشكل الكبير، فانت لازم تجيب عربيه، بتبقى مجبر انك تجيب عربيه، والا هتضيع وقت اكبر من كده كمان في انك تستنى المواصلات. فطبعا كل الناس بتعاني، حتى سواء واحد معاه عربيه او معهوش عربيه كله بيعاني. ايه التكلفه الاقتصاديه الاضافيه اللي بيزودها عليك الزحمه؟ طبعا حضرتك يعني شوف، لما مشوار بدل ما تعمله في ربع ساعة بتعمله في 2:30 أو في 3 ساعات، بالتأكيد ده كله استهلاك بنزين. يعني هم دلوقتي بيتكلموا على عايزين يشيلوا الدعم عن الوقود، لو المرور اتظبط نص الدعم ده هيتوفر. سلوك الناس ازاي اثر على ازمه المرور وازاي ممكن يكون حل؟ حضرتك دلوقتي شايف الناس اللي طالعه بالهدوم بتبيع ملابس على الرصيف، حضرتك واخده تلتين الطريق، سايبه بس حاره واحده بس للعربيات. دي برضو من الحاجات، هي طبعا سلوكيات، لكن طب فين البلديه وفين الدوله وفين المحليات وفين مش شايفين الكلام ده كله؟ بصراحه الحياه يعني بسبب المواصلات في القاهره يعني جحيم. خلينا اقول لك الحمد لله على السلامه بعد 1:30 تقريبا في الطريق. طبعا ودي حاجه استثنائيه، يعني انتوا محظوظين النهارده. لسه عندك روح انك تطلع دلوقتي مكتبك وتكتب؟ غصب عني لازم اعمل كده.